إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وحن كسوكنا كتابك حلية طالب العلم كارهان، وحن كدهتنا فصلك لحاد، وحن كدهتنا التحلي بالعمل إن اسكو قرحية طالبك كدقمت الدين كيسا كدقما. الأصل الثامن والأربعون، أصل كافرتان يسديدية، المدارات وحيال ديسي للمداهنة دبعيد حق لغاد دبحهم ميا. أصل كافرتان يسديدية وحي طهي قفك طالبك ضدك فسق ضاء أما أهل البدعاء أما قال ضاء إنو سيدة يوهنو لها يحيال ديو هذا الكاود لمريو حكمة استعماله وأبنان طهي، لكن إنه دينكي سكدب أو دينكي سكتنازل أو كي قال كا قال مديس أو كلنا لادوسا وح وناجا أشيعين أو كي فاسق هفسقي سكلنا لادوسا وح وناجا أشيعين أو كي مبتدع مبتدع نمديس كلنا لادوسا سنة أشيعين سيد أسلم أقولا، لكن والأقول يهاي حيال ديس أو آه سيدي وغسوتي دي لا حقا مر أي مناسب تاينو سن الله لنك آموسو مر أي مناسب تاهي الله دلو هادالك اوچل ايو وناغ اوسوتي دو سيداس وي مداراتكو لبدو دون آذي اوكل دوينهين. المداهنة مداهنة دا مداهنة دا واحق دبعيد واحق تنازوليد والنفاق، او ابن المنظور لسان العرب كمداهنة دا مركا وشرحا وغير المداهنة المصانعة واللين واستوسوس إياقفك وحيون اسكتلك لغو صناحين. مداهنة دا وحال إلى ذوير إظهار خلاف ما يطمره وإنو موچيو وحاو قرصايا وح خلاف صن، والإدهان الغش إدهانك وقيانو وحال إلى العربية دهن الرجل إذا نافق. ننكي وحو سميي مداهنة مركو منافقو ألي ده ومنافقين وي منافقين وي مداهنته منافقين وي، لكن مداراتكم معهن وحيلذين إيو طفك أدمهم وي. المداهنة مداهنة خلوق وأخلاق، خلوق صم منحط هوسية أخلاق أدولي دتوي أو هوسية. أما المدارات حيلذين سيقول فلا أي فليس كذلك سيداس معهن، لكن لا تخلط حيسكو قلد بينهما بين المداهنة والمدارات، مداهنة إيه مدارات حيسكو قلد، فتحملك أيكو حمبارتو المداهنة منافقينتو إلى حضار النفاق، حد قلرا حضارك نفاقي سيسقرنتي سيؤكل حضار واحد مجعيس واسم كوكب خفي يطلع قبل سهيل، حد قلرا سهيلك كهر أيو صوت شاء وكهر هي أدو مركا اسكو قرياهو لغمي قانو سهيل كيد بأم لينيبا مركا منافقين تحدي قاسو كلي هكو بيئن والمجاهرة تنسي عدان إن يكون وحن بارتو فتحميلك يكون وحن بارتو المداهنة منافقين تو إلى حضار النفاق وحو إن حضار كحدي قليل هذا النفاق مجاهرة تنسي عدان أي منافق نباكو وحن بارتو، والمداهنة مداهنة هي التي وامضة تمسو تابايد دينك وإن دينك وحكم إذا كتناسوشا وامضي إلى أويري ودولو تدهنو فيدهنون قالوا وحي تشعليهين إن أدب عدو يقول ليس أدب عن والله سمعي وحي اللي رضا تقارب الأديان ديمه إن ليس كده ويهيو ساسي قالوا تشعليهين ووحي دي ترين علاتان شوكتدا سمعش اللوغة صارا مدن لا عابد أنك إله يجا وصنبك يجا أنك مدن كلا عابد إنه علاتي ماشي على قصار يسمع عيرك إن بيقول ليش نصر الله عليه وسلم تصلوا قال لهم إسكت إن أدلع عبد هذي كلي أتقلبي كجو أنصة قال لهم إن أدلع صميد هو كجلوبي أدلع صميد هو جلوبي عير العزم على الكفر كفر قال لهم الله جو أنصة وقال لهم كفر دو جو أنصة حتى
كل سنة كده بينو قالوا مركز وقال ساعد أوجو أنصدو قال بي آه الكفر على الكفر آه العزم على الكفر كفر وين مركز قارب واحد شعريين واحد اللي يراهدو تقارب الأديان ديمها الله ولا علينا ديمها اللي سكوت سود وينه أراد دمشق لقى سارة الولاء والبراء لقى سارة تحصل معنيه واحد تقلم اللي سكوت تجا هلا وقلم ها وقلم قلم اللي سكوت تجا وين مركز قدرنا كوجو ما شفته لكن أيه قلم اللي ديت قطك مركز مدارات كي مدهنا ده قال يكل الدويين حافظ من حجر فتح البارق مركو شرح أيه وحده قال ابن بطال المدارات من أخلاق المؤمنين مداراتكو وحي كميت أخلاق المؤمنين ذاتك المؤمنين تأخلاق دو دوي وهي خافض الجناح للناس وضاتك انقربك اللو دبعيو ولين الكلمة هذا الكلاتش الحيو وترك الإغلاظ عليهم لغتكو إن لغو أطأت كيو هذا الك سيداس ويان إن لغو أطأت كيو أيقف هذا الك إن لغتكو وترك الإغلاظ لهم في القول وذلك من أقوى أسباب الألفة إن سداس ليالانا ووح أسباب تأوحوك بضان أوضافك إسكو سود ويدي أوقفك اللغو صوت دومو أسباب تأوحوك بضان أوقفك وناك اللغو صوت دومو وي ويحيدي وظن بعضهم أن المدارات هي المداهنة قال على وحي ملايين إن المدارات كتاهي مداهنة دي فغالطة بعد قاس واقفي لأن المدارات مندوبة إليها وبصنها بقى مداراتكو حالا ضيس يقفك إناد أدلم رضا أو سيداد وناك أقول سوى جيدي رضا أدلم رضا أو أدلم صد وناك وبصنه والمداهنة محرمة مداهنة روى حرام وشي اللي حرام تنمي والفرق أن المداهنة من الدهان فرق أقول لحيوكو لحافظكو حلوك لسارة مداهنة دهانة كتمد وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه دهانك وقف شيء موجينيا متك حقيقة هوسنا قرينيا ظاهرك وحكاقا موجينا هوسنا وحبو كقرينا هوسنا وحبو وفسر العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه وحالا إذا هذهير أن علماء يكون فاسرين مداهنة وإن فاسق إسكالان نولاته إسكالات نقانته أب أمو جدا إن أترالي كتاوي حكوسو غيهي أو آذان منكر كي أكوسونا آذان إنكيرين تاسالي رأي هذا مداهنة حالا إذا مداراتنا مدارات وحالا إذا هي الرفق بالجاهلي في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه بالقول مداهنة دونا وطاس ومرافقنا مضا لكن مداراتكو وجاهل كإن لا دمريو وحبرده فاسق إن لا دمريو مركا حمان تلقى الرئيبة عن هذا الكلو أضط كين شقا ميكا اسكولة من نوى واجه من نوى وحويان وصنة شقا اسكو مالها مركا اسكو قلب الأصل التاسع والأربعون الغرام بالكتب الغرام وإن لا تشعلاده بالكتب كتبتا كتبتا إن لا تشعلاده شرف العلم علمك شرف تيسا شرف العلم علمك شرف تيسا معلوم ومدل يقان لعموم النفع واحتركيسا عام هانشدا وعام يهي ساسا لويقان علمك واحتركيسا وحا لويقان نفعك سا عام وشدة الحاجة المبتدأة وشدة الحاجة باهدة أضايقيدة إليه علمك اللوب باهن يهي كحاجة البدني وشركة باهدة وباهن يهي إلى الأنفاس النفيال باهرة أو علم اللوب بهاي هاي وحلمتها النفط شركو أنتوا بهاي انتظروا كلامها أنت أبو بهانت علم جا إنا برضو يا أنت أبو بهانت أنت إنا أنتوا شغالكم مال وأبو بهاي بهانت علم معايا أنتم ما أفرض تنسى مرة طال أنت عادي من ولاك هذا الله أنتان هذا وامش ودم بيدي سو ما جديد لكن علم أنت سو ما فيلم أفرض لو تنسى عبان كرو مبهن نفطك أنت نفط أسكاس وبحيد أبو بهانت هاي العلم أبو بهانت oo neftas dad hal daqiiqo weeydo naftadu qatar galay hal daqiiqo dad ilmu weeydana naftadu diinteeda qatar galay sababtoo ah kelmad kasood ku hadlaydo waa inaad taqaan ku banaanta sakuma banaan ficil kasood sameeyaydana waa inaad garato ku banaan sakuma banaan ireeda kasood ku dhaqaaqaydan sidii sharciyada waa inaad u sameeydo mana dhici karto ilmi laan marka inta neftas loo baahan yahay in la eeg aan loo baahan ilmiga weeshidatul haajati baahida aday geeda إليه إلى العلم اللي باهن يهي كحاجة البدن واجر كباهدي سوكالي إلى الأنفاس النافيالك باهن يهي
والظهور النقص نقصان تموقال كده بقدر نقصه علمي نقصان تيس انت لك تيوي قفك نقصان تيس علمي سو انت لك تهي انت هسا نقصان لك كسو موقاني قفك نقصان تكسو موقاني وحي لك تهي انت علمي سو نقصان تيس لك تهي انت علمي سو نقصان تيس لك تهي قفك نقصان تكسو موقاني لك تهي والظهور النقص نقصان تموقشده بقدر نقصه علمي نقصان تيس انت لك تهي وحصول اللذة معانسي أو قلبك راحيستو أو حياة طيبة قفك كنا ولاده إيو السرور وحصول السرور فرحات إني سوحسيشانا بقدر تحصيله علمك اللي سوحسلين تيسو انتو ليقيا هواي قفك انت علمك أو برتئو ليقيا هاي آن راحدي سقلبك هون اللي أكتر قلبك سار راحيستانا هدو علم النافع برت حياة طيبة ونحيستا بينما قفك هدو الدين لآن يهي الدون كهدو قوقني سيني هاي مروجا يضيق يعير وكنا لنا إلى ما كده مو يسدل الدون كرمن وحال هذا وح اسكو جد ليت بدن وضن قوقني سين سو ما تجدد الدون كرمن أيها اسكو جد ليت وبدن مركا حياته الطيبة هو الدين وعلمك النافع قف انتو كهستو انتو حياته الطيبة وحكيله انتو علم نافع كهستو انتو علمك سنافع اللي هو فحد يسولك وحصول اللذة معانك سوحسل الديسة والسرور فرحة سوحسل الديدو بقدر تحصيله علمك وسوحسل انتيسو انت لك تيوي ولهذا سيستردد اشتد واقت كاضي غرام الطلاب ارضادا شعيل كودو بطلب كتبت ايجعليهين والغرام اي شعيل كايجعليهين بجمع الكتب كتبت لسؤال وانتيد ولهذا سيستردد اشتد واقت كاضي غرام الطلاب أردنا شعيل كذا بالطلب علم الطلب بده يشعلين علمك إلا الطلب يشعلين إياه والغرام شعيل كي يشعلين بجمع الكتب كتب إلا أروريو مكتب ويا شعر ده والبابا كتب بدن وقطع أو هلا هذا درمته سيد أردنا يشعلين مع الانتقاء لكن دورش إلى لتشو وحين أردنا قد بس تصرف صح وسنقول وسن تصرف كقال دنيا هاي بقالي صرنا كتب وقرينا كتب تنا نافع نغمه خسارة وعلى ربا كتاب كبار طبيعة لما قدتين وعلى حشا كتبته كتبته مادة ما يكرتين كتبته مادة سوى ذا جدي كرتين وحا آد هاي سطو وحا لغو قرطة كتبته حوكة فن والب حوكة لغا قدتا حوكة ندو متى غانيت علمنا الويدية فن قاس كتاب كانت قدتا كتابه لكن ما انت كتابه لها صباح يسي كي قدين لها نارتي قوي لهينو يهاد على كات صو قدت سو متى دي ماركا دورشو وإني لتشلتين دورشو وإن ولهم وحاوسون هذا أرضاب أخبار أخبار أخبارته في هذا غرام كان كسوغان أخبارته تدولو لإيران إذا هدان صوت شمعيتكم أخبار أدو فربالان وفيه وحا كسوغان أصل كاس مقيدات قسوين لغو قري في خبر الكتاب كتاب كم يحسن ليرا خبر الكتاب يسر الله إلهي أرضا ما يستر يسر الله إلهي حفظ أيو إتمامه كتاب كاس لدى ما يستر الديس وضبعه يين لدى بعضه سجل مركا سجل وضع مرك كتاب كان قرأ يقعد عنده كويه أنت سو كتاب سكو وضع صوتها وحو عن كوايا لي دف درولي فإذا ذو أركبوا قرأ مرك فوائد سكو بعض كان لما يرمقته أبغى توكو كلا قرأ مرك قريب والبعض مرك كتاب نقطه سو صارم مرك أنت سو كتاب سكو قبيا سو متجد وعليه أصل كاسدان قبرمو فأحرز كاب الأصول أصولها من الكتب حالي كمدين كتب أصولها كجدو فن والب أصولشي سجدو ماذا ما يكرتي دي واعلم أبو أنه شانية لا يقني كذلك ما منها كتبتا حالو كميديا هي كتاب كتاب عن كتاب أما سمنها أصوشة بعليك واعلم أبو لكن كتبتا دميدي واعلم أبو أنه شانية لا يقني كذلك ما منها كتبتا حالو كميديا هي كتاب كتاب عن كتاب كتاب فني كستا كتب أصولها مهم لي وأصلها كتب تاس مد مد كذلك ما فني كان هذا كتاب وين قرأته فني قرأ كتاب وين هذا قرأته واحد على مسائل البلد اللي كان مغين أو كتاب يركويل كتاب يركويل لو فني كم هذا مركا كتب مهم كلاش ولا تحشرها كوسا أرور مكتبة تك مكتبة هذا وتشويشها كو قصينها كو تشويشين على فكرك مسكح هذا بالكتب كتبتا كتبتا الغثائية ضد حرت اللونس بي كتبتا ضد حرتا مسكح هذا كإلاشو مكتب كأجنه سوقي، كتب تاس إسكال عليه، لا سيما وحن مثل هين أو وحلا بيجي تجينه أيجا كوه ولي تاء
وغنا شرط بضان كتب المبتدع بدع ليالك كتبتو ده فإنها كتبت البدع صم وصن صنط ناقع بالغ قاتل وصن دلي ناقع وبالغ قاتل وصن أولي بحل دير وقاتل وقفك الدشة مركا اسكا إلاليها كنتك ديني مركا كتبت شي محمد صلى الله عليه وسلم وصد حبيب كتاب نافع كاس ورمى لقبو كتاب النافع ماهن ضارهن قصص إيه واحد سكاك قرآن واحد قيمة وين آن لهين اسكا إلالي هكذاني وقته وغالي وقته وكابب بينا كتابنا واضمت كان سنت ناقع ميت كان وكتبت البدع آد اسكاك إلالي كتبت البدع آد اسكاك إلالي كتبت البدع آد اسكاك إلالي لأن كتبت أو آن وحويان اسكاك إلالي دو حوكو دراي او كميت كتب حري منهج جاره كو قرن او طريقه العلم معناها كما قرنا وي طريقه العلم كما قرني منهج جاره اي كو سودا منهج كاس جاركا وحا لولا جيدا كوخ جاره افكارته حمبارسنت سدا كتب مفكرين تدك ليرهدو كليته مفكر اسلامي الولي هي وحا اسك الى نعف مال كتب اهل العلم قادو كتب اهل العلم قادو ايغا اخ مفكرين ت اسكدا كده هي كتب تدك او جها او مجولينت او لوقوم اون علمغودا يمل ان لوقوم سكيل عال مره كتاب كان خير كبس قبو الاصل الخمسون قوام مكتبتك مكتبه دا توسمنتيده مكتبه دا سيده او توسنا لهيد عليك لازم بالكتب كتبته كتبته المنسوجه لوو تخاي او لوو الفي على طريقه الاستدلال وحدليشي ودديد اي واتفقوا في قيالشو على الى للاحكام احكامته اللهن كود فيق لو يشو اي والقوس تيم بشو اما هوس وغليت على اسرار المسائل مسائلش سرريال كود هوس لو قالو كتبته لبا طريقه كو كل الفنته كتب واخا ويان waxa iskaga qoran war qubana ya jusu kada wa yahrum kada wa yusannu kada wa kada usas qoran wax dalil kuma qorna kutubna istidlal ya tafaqqu waxay ku dadaalaan mas'aladan dalil keda in la keeno waxu istidlal kala sheego mas'alada la fahmo kutubta marka wax aad u badsata qaafkaas loo qoray oo adilladeeda wadata او استدلالك ورطة الدلال مروى آية مروى حديث مروى علو إلا شيء إلا دي نسك لغاية حكم كيو قادة صوما مركا كيف كتبت الدلال الشيء ده او آياتك احاديثك اجماعاتك قياساتك إلالك الشيء ده كتبت نوع عاسئات بطسو ومكتبه ده كبادي عليك اللاسف بالكتب كتبت المسوجة اللغو التحي اللغو السنوية اللغو ألفي على طريقة الاستدلال دليشي ودديد إيه واتفقوا في قيالاشو على إلى الأحكام أحكام تعلوين كود في قيالاش إلا فهمه حكمك إلا ديس حكمك أحكام توالله قار ولمدو حين التعبدي معناه إلا ديس أنه منا كان قارنا وعلى الوال ليقان قارك إلا دو ليقان وإنا تقربتا كو كوة كلانا إلا دو حرش محمد صلى الله عليه وسلم والله إلا خاصة إلا عام إلا خاصة وامدا الولوية وحكمك وعلى الوال اللي فهمه اللهم كجبرنا وحي هذا ومسألة عن وتعبدي ولا بيقن إلا ذي إلا لكن عامه اللي وذي قانجت إلا عام كوامه تعبد إله اللي هو عبد يا لما أحكام طرا إلا ذي أي عام كود ما كل ولاية شيء كان لما إلا يوم لما يقن إلا ذي س معناها إلا خاصة لقون أما مد عام كوالا يقن إله اللي هو عبد محاكم إذا دورك على لوقات لقي أفرقه مغرب كان صدح لوقات لقي إله يقن لكن محمد أغنيه إن إلهي لو عبدي إلا بس جودنا غن لكن مدي قاسك أو صلاة أفر الله قد جاي مدي نص صدق الله قد تعبدي على اللي اسمه ودي تعبدي على هذا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون أبا ماذا اللي ودي وحلا صميل اللي ودي ومن أجلها مكة يا والقوس ويرشيغو والقوس هاس وجلد يتيم بشو يمقورشو على أسرار المسائل مسائلش السرف كود الله دبعش وحلك علاك هو يصير تد يحكمك علاك ولا صوشة ما كتمنا وترى ذا وحكمة دي حير إله وحكيم حكم مشرق وشديء إلا حكم كاس حكمة إليك لي حير الله عليم حكيم الله حكيم شيء والله مش مناسب كودنا
marka asraarta haddii ruux ula jeeda xikmadii ula jeeda maadaama ciladii la soo sheegay wa min ajalliha kutubtas ku ugu weyn waxa kamida kutubu shaykhayn labada shaykh kutubtooda shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullah iyo wa tilmiidihi ardagisa ibn al-qayyim al-jawziyya ابن قيم الجوزية رحمه الله وعلى الجادة والدراس وحاكسوا في ذلك في الاستدلال من قبل أيها كرتود إيهو من بعد قد الكتب كتبنا كسوا ما انضريق أمان هرين أمان الدمين أيهو لبالان شير والدران أو استدلالك أمان هرين أمان الدمين بحضاس وضطي حانو سلسلات أي بحضا كريئ وجراء وعلى الجادة والدرس بحبرتن كذا وحاكسوا في ذلك استدلالك من قبل الشيخين ومن بعد الشيخين كتب أياكسوا الأول كتبتي وحكاكت لنا الحافظ من عبد البر المتوفى سنة 463 أفر بقول لحدا يصدح دي وحويا إمام كاس حافظ المقرب أو من طي رحمه الله وأجل كتبه كتبتي سكنوا وين بطن التمهيد وي أو موضع كسر حي إمام مالك الثاني الحافظ ابن قدامة المتوفى سنة 620 الهجرية رحمه الله وأرأس كتبه كتبتي سكن مرح أو أبليهين المقنوي الثالث الإمام الحافظ النووي رحمه الله المتوفى سنة 676 الهجرية لح بقول تضراتا المتوفى سنة 676 الهجرية لح بقول تضراتا لح الهجرية رحمه الله آد وحوين أصلا استدلالك وخاصة كتاب كيسا أو أه مهدف كوكوشر حيو مجموعة مهدف مايا إمام نووي على الرواب الصديحات الرابع الحافظ الذهبي المتوفى سنة 748 الهجرية رحمه الله ومتك أفراد الخامس الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 774 الهجرية رحمه الله كتبتي سواح وفا إذا بدنا تفسيرك الحافظ ابن رجب السادس الحافظ ابن رجب المتوفى سنة 795 الهجرية كتبتي سأقول فإذا دبنا وحاكمتها قواعد الفقهية أوليها وأن مثل كبالهين القواعد الفقهية هي بخارج شرح وكل شرحي الصابع الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 الهجرية رحمه الله الثامن الحافظ الشوكاني المتوفى سنة 1250 الهجرية رحمه الله كتبتي سأقول فإذا دبنا وميل أوطار هي أصير الجرار التاسع الإمام محمد بن عبد الوهاب العلام المجدد المتوفى سنة 1206 الهجرية رحمه الله كتبتي سأقول أقول فإذا دبلنا وحاكم إذا كتاب التوحيد أو اللي يري بابك أو كهض الله كتاب الله ماذا لقمع اللي فيه العاشر كتب علماء النجد كتب علماء الدعوة كتب علماء الدعوة علماء الدعوة كتب تورا دعوة نجدية اللي ولا كده ومن أجمعها كتب تاسكم أوجم أنت بلان الدورة السنيوي مكتب دنا نويل كتابك أقول فإذا بلان أقول أجمع أنت بلان دوري طب عدا نوتا لم لحي توين مشلا سواشين طبعا طب عدي يقول دم بيني تان بيني مركا أدو فإذا بلان مثل ملك وخاصة المسائل كحقيدة الحادي عشر العلامة سنعاني المتوفى سنة 1182 الهجرية رحمه الله لا سيما كتابه النافع سبل السلام كاسو مثل بمرة الثاني عشر العلامة الصديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة 1307 الهجرية رحمه الله الثالث عشر العلامة محمد الأمين الشنقيط المتوفى سنة 1393 الهجرية رحمه الله لا سيما كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن مركا كتب تاسوحه أي مدرس أي قرآن حكسوا بوحي المكتب كاغا وحوين ضادحه العقد هذا نحكو بابئين الحادي والخمسون التعامل مع الكتاب سيدا كتابك الله لا تقم دا تصوغل اتصال الله رقم الكتاب كتابك بكا تصوغل اتصال الله رقم الله لقم برا سيدا تصوغل ما dad soo gaddo saado la dhaqmi ko warta kitaabka marka aad soo gaddo halkaad dhigi xataa meesha dhigi leedo laga rabaa ah meesha dhigi leedo laga rabaa
ماشي ديغي لهيت لفت الكيدو ولا غارب لكن ما ديغي دو سو سوتا حتى كتابك سيده لوغ فايساي وكالا التعامل مع الكتاب سيده كتابك لولا دقمو لا تستفيد كفائده سنه اقرن من كتاب كتاب حتى تعرف الى اطغرته اصطلاح مؤلفه مؤلف كيس اصطلاحي فيه كتابك وحويان او اصطلاحا كو انت عن كتاب كان اقرن كفائده سنه وان اطبرت مؤلف كتاب كان قرأ استلاحات فيه اللي علماء ده نوضع استلاحات لي حتى هذا السداسي يلين كو واحد كو لعي دونتا انا تشيق اللي فتيسة كو بيان عبورات سكده انا دو حفا ايدي ستي شيقي كتاب كاس قرأي انا تكو بيان عبوراتو ترساس وقبا وحالا فاهمين ان استلاحي مركز الله ده شيقي اساسي لي مانا تقني هذا الكيس ايسو هدلا مصيبة كلكو دحا اذا واحد تا ان كل لازم دو وحن كل لازم ترى عشان ساس ويري ساس ويري هلا غربي ما ان لازم تان كلا تو واحد كو ديبتو دونتا ان هذا مساله كلا سو بخي ويدو او كتابك دمايد غلطتي اذا نقون قابكي عاد مساله او غلط سو بخي له اذا نقون ولما نسكو استلاح ما بلوغ المرام هذوك متفق عليه حافظ الحجر حوله جيره بخاري ومسلم لكن منطقة أخبار الجوكتة متفق عليه دويرة حول الجيدة بخاري مسلم يا أحمد أول الجيدة فاركا انت بلوغ سواق زدت منطقة هذا المقدمة دي ساخنية وحول الجيدة هذا ترى متفق عليه بخاري مسلم اسكوا وافقا ها هو يا سيد كوبين أبوراني ما التقاني حد شيء يجيب ما بالتقاني دوي كتاب استلاح لي وينات استلاحي سمرك فهمتا لا تستفيد كفائدة من كتاب كتاب حتى تعرف إلى أطمرك هرق قرطه استلاح مؤلفه مؤلف كيس استلاحي سفي كتابك سيحسه استلاحه وكثيرا ما انبضا تكون المقدمة مقدمة وحي النقطة كاشفة مدفيدة عن ذلك استلاح سببا أعمال استلاح يكون صعود دونا مقدمة دي كل شيء جاي مقدمة دي كل شيء جاي ما كان مقدمة عقل فابدأ بالله من الكتاب كتابك بقراءة مقدمتي مقدمتي سالآخرين تيدا حالكاس كبالله كتابك حالكاس على كبالله الثاني والخمسون أصلك كنتن يلا بيا ومنه من التعامل بالكتاب ومنه من التعامل مع الكتاب كتابك كتابك لولا بقما وحاكا مدا ماشا تيجي لهذا كو مركات صوقت كتابك مركات صوقت وإن مكتبته فن فنك وقصة ميسان تفسير حديث علم الحديث اعتقاد وحويان الفقه العام اوكلاتو الادب اوكلاتو اللغه دي اوكلاتو وان ساس اي كوغو سميسان كتبتو هذا سيداس كوغو سميسان كتابك وثوقد مركا دو باهتو لغو كجيري حاجه عند الدف حاجه كوبوت كتابك ميل ويال ادو كويال مركا دو اني حضر عاد سير اور ما بارك ارتي وا دخ لميو دنا سوقد سوي ميشو كجيري حركة أما وقت جاي الله بس صدق صحيح كأغلب طينة بارت مركة كوم مركة صوقة كتاب كمركة وعلى سمينا والله والله آخرين على سجرا دائما ولا آخرين كريم مقدمة ده وآخره كو استلاحات فهمي فيه رزق أنا وآخرينه مسائل كمهم كأو كسوتشيت عاد كآخرين بحر الله حاجة جالس كيف إذا استي عن فني جسلا ده جرينا مركز كده فني جسلا مركز دل قصين مركز أوبهات مركز كيف إذا استي إذا حزت أعداد كوبتو كتابا كتاب فلا تدخل كتابك سيسكو قريب في مكتبتك مكتبت هذا سيسكو قريب إلا بعد أن تمر مركات مرتو كدب ما هاني عليه كتابك سكرت دريري لما أن أعرف كما يدو دريري دو وهذا يكون صورة قصر أو مسا قراءة أخر لمقدمة آد أخر دو وفي رسي آد أخر دو ومواضع ميرو منه كتابك كمت مقدمة أخر كدب في رسالة فيري ما لك من ماك اوفيس سدا سوتشيت مسائل كيف كفايديسو اخر ها دخلها واد كسوق له كفايديسو ما اما ان جعلت وهادات كتابك اسك يشود غليدو مع فني فنيجي سله جيركيسا في المكتبات مكتبات فربما وحالاركا مره انو كسومر زمان زمان وفات ورتغ العمر عمرك دون نظر فيرا كسوكي في كتابك الفير الون فير ان اسك دوقو اسك دمتان لعقت كتابك كسو عاوز اوقت أو جديد أصوغط وهذا أرنكاس مجربا ووحلة تجارية شاكا معا والله الموافق إلى هين واقفك متك وافاتية وناق يسيدة دانتيسو كوشرتو إلى يساقف وافاتية الثالث والخمسون إعجام الكتابة قرالك إن لا بيبعيو قرالك إن لا بيبعيو وعجمين ماذا لغا سوليو عجمين ماذا إن لغا سوليو مركض وحق قريدو وحق قريدو
ولا دبعيا ماشي si qaldan loo akhri kana waa la shaqla kitab quraalkaaga lama wada shaqlo waqtiga ka baaba laakin meelaha asleed ama hadhow kelmad kale ay ku qaldantaa waa la shaqla dibiicdana midna laga ma tago marka quraalka dhameeydana mar carab kala soo mariya si aad u ogaato waxa qortay in wax sax ahayeen i'jamul kitabati quraalka in la dibceeyo idaa katabta marka aad wax qoreydo fa a'jamil kitabata quraalka dibcee bi izalati ujmatiha bi sababi izalati ujmatiha acaminimada inaad ka suulida sababteed u dhibcee si aad acaminimada uga suulida wuxuu wax la akhri karo in noqdaan anaga hadalkeen soomaaliga acami waxay carabta u leedahay macnaha afshimbireed way agtooda wax la fahmayo ma marka hadaan dhibcayn waxaad qortay waxa wuxuu noqonayaa afshimbireed wax la fahmayo noqon ma acamiga maxaa loola jeedaa waxa weeyaan waa waxaan la fahmay oon carabta fahmay marka wax aad qoreydo dhibcee waana iska dhibcayba وذلك عجمي كسورينت بأمور أرمي كهانه طور أرمي ذلك كسونانه ما هن ربيع كريه عجمي نمد إنت كسوريدو وذلك إزالة العجمة ثابت ونقول كسونانه بأمور الأول وضوح القد وضوح القد قرآن الأرض أنا ضحكو قرط وحقو أما سميش ما بقى هذا قرآن كان مركاس هذا وقد وحقان لفهمي القرط هذا هذا وفهمي محايل هذا مسكح هذا كجيرة لكن عديك هذا المدكة دي كسو الله وتم آخر كرتي فإذا مر اسكت قف قالوا مسلم ولا كانوا كيف فايده بعديها marka laysma yira un hatta akhri karta lagu ma talagalo hatta waxad ku akhri waa aqoonta dadka kugu jirtay oo adaba og maskaxdadu warkaan ku jiree laakin baada muddo meeshan ka akhri karta adu ma akhri karta qof ka hadan baa akhri ka faydaysan ma marka wax ad oo qof kasto muslimu u baahdo akhri kara la qorta taas waa ku athani rasmuhu inad ku qorto ala dawi qawaid rasmi qawaidda wax lagu qoro iftiinkeeda al imlaa loola jeeda قواعد الإملاء وفن جاره أو لبرت قواعد الإملاء وأنا تقوقرت وعكير وفي هذا فن جان أو آه إملاء مؤلفات ناقصة جان كثيرة فربضا من أهمها هو أقوم من سواها كمذا كتاب الإملاء لحسين والي قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون المفرد العلم للهاشمي رحمه الله تعالى كتب تاس أقوم من سن وقواعد إملاء لجبرت وأنا فن مهم الثالث النقد إن الطبيعة كذبته للمعجم كان طبيعة له والإهمال إن الطبيعة كذيده للمهمل كان طبيعة له الرابع الشكل إن الشقش اللي ما يشكله وحي إشكال جل وحي قرصانانا وحي إشكال جل الدونة معناه وحي قرصانات دونة هذا وسقل دم اللوك يعني ذكرته شكل إيش أصل ها لما ولا شغل واحد قريدة أنت أصل على شغله الخامس تثبيت علامات الترقيم وإنك سكت علامات الترقيم أيضا وافني لبرتو علامات الترقيم في غير آية أو حديث وح عن آية حديث هاي آية حديث أيوة اللي فهمه لكن عربي كلو تريدو علامات الترقيم وإنك تقولكتا وعلامة التعجب يتي استفهام تيو فاصلة نبي حاس كله وحكرنا ما يهضي تعليل هنا كلا إيو ماشي ما قول قول كايو كل وحول شرطتين كيو وحويان قد حيا جملة معترضة أو ك وح الله وح أتريدو وإن تكون قرطة علامات الترقيم علامات الترقيم وإن تكون قرطة علامات الترقيم كو حي فوضينا يا فهم هذا كان اللي فهم هذا كان اللي فهم اي فوضينا يا هذا كان اللي فهم اي فوضينا يا الفصل السابع فصل كتضمية المحاديث وهو حيالا ليس كدقيو وأردق اللوغة دقيو وحيالا ليس كدقيو وأردق اللوغة دقيو يقف قصة مسلمة الأصل الرابع والأربعون حلم اليقظة سوچيتك إنه تكون رؤيوت إسكايل عالي هذا سوچيت إنه رؤيوت وركتشو رؤيوت سوچيتك وذي هل كان فريات رؤيوني إسكادع إسكادع كاس ساقا فصيرا وحلتشيد ساقا فصيرا حلم اليقظة سوچيتك قرأو بيس إياك وحلم إياك وحلم اليقظة وحن كاقد ديقيا سوچيتك إنه تكون رؤيوت محاكم إذا ساقا فصيرا ومن هو حاكم ذا حلم اليقظه بان تدعي ان تشيغتو العلم ان تقون اولاده لما لم تعلم وحدا تقون وكاسا وحدا تقون ان تقون اولاده ان تشيغتو وي وقرب ويدا لغلي قرويت كو جيرتا سو ما تشيدي ومن هو حلم اليقظه وحاكم ذا بان تدعي ان تشيغتو العلم ان تقون اولاده لما شيء لم تعلم اذن تقون أو إتقان ما شيء إن أبصقتي لم تتقن هذا السجن شيء هذا السجن أذلي هذا شيء قص وإتقاني
aadan usugay aadan fannigaas aniga aan u aqaan soo wajeedid fa in faalta dad samayro fa huwa fiil kaasu hijab wa tab hijab ko kasifun kirawayn hijab kaasu an ilmi ilmi ka kaman inay ah wa hijab kirawayn ilmi ka kaman inay hayla mar hada tir wasugay digdami u aqsamay kitab kaas digdami u aqsamay fannigaas aadmaydi jahli murakabat ku sugnane آه جاهلت وما تدري بأنك جاهل ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري آه شاعرك جاهلت آه جاهل النقط وما تدري بأنك جاهل مرة أغنينة جاهلت آه ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري الله وياكو قرنسية إن هذا وحوغين وحوالو قبري لها كدبي آه إن وحوالو قبري نب من نقطين لكن هداتو اسكوها يسطو إن هذا وحتاقان جاهل نقطي جاهل لغا سوامحي وجاهل مركبة آه مصيبة كدر المجر مصيبة كدران مجد مركز سوچيتك هكو قروين كتشو سوچيتك هكو قروين نبي كان صلى الله عليه وسلم حديث بخاري مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق وعر المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زوري قفك اسكو درچية وحان لسين وعر لميديا قف حران لما مرا أبين لما مرا أبين قف حران الليد لما مرا أبين قف حيران أيو لميدي مارك اللبا مرا بيانات حيران تاي وحيدان اقوم حدا ترى هو اقانا وحيدان اقوم حدا ترى هو اقانا ايه در كدكتورو ان تكون الى النغطة ابا شبرين تاكولي الاصل الخامس والخمسون اصل ككنتون يشانعي ايه در كدكتورو ان تكون الى النغطة ابا شبرين تاكولي هل تاكو متشوغ انات علمي تاكاك جوغتو كاسان كاك ديگا يوي وديگي دلبا digid dalabaad maxaa loo jeeda saga fasira wuxuu yiri faqad qila waxa la al ilmu thalathatu ashbah ilmu siisa wa sadh taako ha ilmigu wa sadh taako man dakhala qafka gala fi shibri al awwali man dakhala qafka gala fi shibri taakada al awwali ee horeya takabara wa isla weynada wa dibira markaas uu caalim isku haysta taakada koob ilmigu markuu qofku ka gaaro markaas uu kibre وأنا صفة شيطاني مكتكبي وصفة شيطانية وإبروه سوما تشيدي ومن دخل قفك قلا في الشبر الثاني تاكد الله بعض تواضع وتواضع هو سيرا حوغا واتقا لكن تطبطن كأقوم بدنا تشيري وتواضع هو سيرا سكول لغا كبير وكتقا لكن ولي وحبا كدن بي أقوب ومن دخل أو كبير كمدن بي لكن حاكو دن بي وحبا تقان إسلي ومن دخل قفك قال في الشبر الثالث تاكد صديحات علم وحي اوغاد انه ما يعلم ان صحبه اقوي مركز اوغاد مرك علمي غايه كغيرو ويرا هذا وما اوتيت من العلم الا قليل علمي وحبوينا لكم سي انت كجاهد ما خبر مركا وانه مركا هل الكاس واحد اسكله امامك وين شعبي اسكله ويقول كو يالا ادب الدنيا والدين للمورد وكو يالا وانا سو نقلنا فك القيدك سو ما تشيد علمك صدح تاكو سباس ويا له وله هي العلم ثلاثه اشفار علم صدح تاكو فمن جاوز الشبرا قفك تاكا كغدبه ظن نفسه انه اعلم الناس وعمر يا سو دك انه اقوم بدي ها دك انه اقوم بدي اسكو هيستا ومن جاوز الشبرا الثانيه تاكا لبا قفك كغدبه اذعنا وحو غانسما بان هناك من يشارك في العلم دك علمي قال لي خليني جوجه ها وسن كلغيس اقون فاس اوغلادا ومن جاوز الشبر الثالث ايقن انه من اجل الناس وهو يقين يضحك كانوا جالسين وثمين وحلي مركا تواضع صح انت كلها لكن مركاد وحبرته او عالم مثلا تكون نقطه هذا استراده جاهل تاي اسك امس وحده لا فائده اما سي تواضع او كغارسيو ان هذا المساله غيكري سلاله اسك ور ساس نوالي ساس نوالي وحد شسمي ذا المرك حديث موضوع عدو كسو عروري مسألة اللي بدأت دين عميد كميدا دين عنا آيات قرآن شيء جيدة مجد شسمي ذا تواتع يا كابت من قصة حالة هاي ساسنا والله شيء جيد ساسنا والله ييري ولا علم عند الله حفل لقاء فائدين مركا تواضع لكن مسألة ذا مركا يقين سطوت علم حقيقات شيك هكال لح لحان هكال لح لحان شيء والله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.